لو الحكاية فيها إن فيجو. المدرسة انت شايف ان هي لما ايه رايك لما هي حاطه تحت مجلس الوزراء؟ انا بس عشان اخواني. طب معامله المدرسين ايه؟ كويسه ما اتغيرتش بعد ما المدرسه اتحطت تحت؟ كويس كويسين. طب انت تعرف ان المدرسه اتحطت تحت الاشراف الوزاري؟ بيقولوا. طب تعرف حد اخوان في المدرسه؟ الصراحه لا خالص، ولا من عيلتها قيادات او كده، قيادات من الاخوان؟ هم عندنا في الناس اللي معايا في الفصل وكده كانوا يقعدوا يقولوا المستر ده اخوانه مش عارف ايه، بس يعني في مدرسين اخوان جوه المدرسه؟ الحمد لله يعني كويسين والاسلوب كويس. طب في اخوان جوه؟ في اخوان جوه؟ لا انا مش بشوف اي علاقه بالسياسه جوه خالص. ما فيش اي علاقه بالسياسات جوه؟ ولا مدرسين اخوان؟ لا خالص، ما بشوفش اي علاقه بالسياسه. طيب اسلوب منظمه المدرسه نفسها عامله معاكوا ايه؟ بتعاملكوا ازاي؟ لا اسلوب كويس الحمد لله. طب انت تعرف ان المدرسه اتحطت تحت اشراف وزاري؟